بسم الله الرحمن الرحيم، راح نحل بعض مواضيع أو بعض أسئلة لموضوع الشير آند مومنت. من الأسئلة المهمة، هذا السؤال مثلا من الأسئلة المهمة اللي ممكن من خلالها نفهم شنو يعني الشير والمومنت. بهذا السؤال يطلب من عندي الشير والمومنت. أولا نمثل لاحظ الشكل، هذا المسند، هذا المسند نريد نعوض عنه بالقوة، فقوة باتجاه الواي، قوة باتجاه اكس، هذا قوة باتجاه الواي، اوكي، اللي هي ار بي وار اي. ار اكس مقدارها صفر، فهاي الار اي، الار اي باتجاه الاكس مقدارها صفر، فما تحتاج نعوضها. عمود نحسب الـ R للـ B، فناخذ العزم للنقطة RI. إذا العزم لهاي النقطة صفر، إذا من خلالها راح نحسب الـ R للـ B جيت مقدارها. بعد ما عرفنا RB عمود نحسب RA، ناخذ summation الـ F للـ Y. بعد ما عرفنا الـ RA مقدارها والـ RB مقدارها، نعوضها بالرسم، راح يصير عندنا الـ free diagram جاهز. إذا نجي نرسم الشير، الشير هو القوة الأولى مقدارها واحد، إذا هذا واحد، نستمر إلى أن تجي قوة أخرى، إيش قد مقدارها؟ أربعة، إذا ننزل أربعة، إيش قد يعني؟ سالب ثلاثة. تستمر إلى أن تجي قوة أخرى مقدارها خمسة، نرتفع خمسة، يعني إيش قد؟ اثنين، ونكمل للأخير، راح نشوف القوة الأخيرة مقدارها اثنين، فراح نرجع صفر. إذا نبدي صفر، ساعدنا واحد وبدينا، ننتهي بالصفر. هذا شنو؟ هذا الشير. المومنت شنو؟ نرجع هنا على الشكل. المومنت شنو؟ المومنت لهاي النقطة صفر، إذا بداية العزم صفر. نفس ما نشوف هنا، بداية العزم صفر، لأن ناخذ فقط على يسار القوة أو على يسارنا، أوكي؟ هسه هنا ناخذ العزم عند القوة الأخرى، القوة هنا ناخذ لها العزم، يعني فقط هاي القوة، هاي القوة مقدارها واحد، البعد العمودي اثنين، إذا العزم هنا بهاي النقطة شقد؟ اثنين، إذا اللي هو هنا العزم شقد؟ اثنين. بعدها إذا نخلي نقطة هنا، وعند النقطة الأولى صفر، إذا نجر خط. اوكي، النقطة الثانية مالت العزم وين؟ هنا. ايش راح تكون عندنا؟ ناخذ نقطة العزم هنا، راح تكون عندنا هاي القوة في الذراع أربعة، وهاي القوة في الذراع ثمانية، متعاكسين بالاتجاهات، إذا ايش قد تبقى لي؟ أربعة. إذا العزم الآخر هو ايش قد؟ سالب أربعة. إذا وين نقطة سالب أربعة؟ هيعتها سالب أربعة. عندي هاي نقطة وهاي نقطة، أجر بيناتهم شنو؟ مستقيم. أيضا العزم للنقطة الأخيرة صفر، نحسبه يطلع لنا صفر، وعندي هاي النقطة، أجر بيناتهم شنو؟ خط مستقيم. المسافة شلون نحسب هاي المسافة دي؟ يقول لو سقطنا هاي النقطة على الأكس أكسس، هو شقد بعده؟ اثنين. زين، بقت هاي المسافة الصغيرة، يطلع الميل، الميل لهذا المستقيم واحد على ثلاثة، في البعد الفترة مال التغير هو اثنين، راح يطلع لنا الدي. هذا السؤال الأول المهم. أيضا من الأسئلة المهمة هو السؤال 18، نشوف هنا المسند أي، نفس المسند اللي أخذناه، مسند بي نفس المسند اللي أخذناه سابقا. كانت هنا قوة، هالمرة شنو؟ عزم، وهنا أنا عندي قوة. هذا الشيء راح نتعامل وياه. كلها بسيطة. شوف هذا السؤال، بعد ما عوضنا ار اي وار بي، عمود نحسب الار للبي، ناخذ العزم هنا، فمجموع العزم يساوي صفر، اللي هو شنو؟ هذا العزم اعتبرناه موجب، اذا
هاي القوة عكس اتجاه هذا، إذا سالب القوة في الذراع، الذراع إيش قد؟ 1.5 يساوي 0. إذا ار بي مجهولة، راح نحسبها. من عندي ار بي، إذا ار اي هو سميشن للاف يساوي 0، هذول متعاكسين. إذا هذا ناقص هذا، راح نحصل على الار اي إيش قد مقدارها؟ 0.6. إذا عوضناهم بالرسم، نجي نرسم الشير. ال RA 0.6، فنصعد 0.6 اوكي، ونستمر بالحركة الى ان تجي قوة اخرى اللي هي RB، يعني نمشي 1 تجينا RB قد مقدارها 1.4. فاحنا وين كنا واقفين؟ بال 0.6. نصعد 1.4، وصلنا الى رقم 2. نستمر نمشي، راح نلقى قوة مقدارها 2 نحو الاسفل. اذا نصفر، فنشوف بدينا 0، صعدنا 0.6، مشينا نب، صعدنا 1.4 لحد ما وصلنا للثنين، وكملنا نب، نزلنا حسب القوة اللي كانت اتجاهها للأسفل، فرجعنا للنقطة 0. شلون راح نحسب المومنت؟ نجي هنا ناخذ العزم لهاي النقطة 0، إذا بدينا نخلي النقطة الأولى 0، إذا النقطة الأولى 0. نجي ناخذ هذا العزم ايش قد مقداره؟ 1.6 باور. شوف النقطة الأولى 0، ننتبه بعد اكو شي. زين العزم، نحن نحسب العزم هنا، هاي النقطة العزم مالتها هو شنو؟ هو العزم اللي موجود حولها ايش قد مقداره؟ 1.6. وال ار اي في البعد، لان هذا هسه قوة، مقدارها ايش قد؟ 0.6 في 0.5 0.3. نجي شو نسوي هسه؟ احنا شنو مس عمود، نكون ادق، راح اعيد المعلومة بشكل ادق. احنا هسه محسبنا العزم هنا، طلعنا 0، خلينا النقطة الأولى 0، النقطة الثانية ايش قد؟ راح نجي على هذا العزم، نحسب العزم هنا بدون ما اخذ تأثير هذا العزم، ما اخذ تأثيره، تأثيره اتركه بعدين. فاعمد احسب العزم هنا، عندي 0.6 في 0.5 يطلع لي 0.3 اوكي. اذا اجل النقطة الثانية اللي صارت عندي ايش قد؟ 0.3. اذا النقطة الأولى 0، النقطة الثانية 0.3، جريت بيناتهم خط. زين هنا اكو هم عزم ايش قد مقداره؟ 1.6 اتجاهه عكس الاتجاه اللي انا فرضت حسبت بيه 0.3، كان 0.3 موجب، هذا عكسه، اذا راح ينزل. ايش قد ينزل؟ ينزل بمقدار العزم اللي هو ايش قد مطينيه؟ 1.6. فنزل 1.6 الى ان وصل لهاي النقطة اوكي. نفس ما نشوف هنا، هذا هو العزم، واضح. بعدها وين نحسب العزم؟ عند النقطة هاي، هاي النقطة. بهاي الحالة شو راح يصير؟ 0.6 في 1. زين وبعد ايش عندي؟ 0.6، وهذا هم عزم بس عكس الاتجاه، 1 و 0.6، يعني 1.6 ناقص 0.6 1. وين النقطة؟ 1 بالسالب، فنخلي النقطة 1 سالب، وانا عندي هاي النقطة، نجر بيناتهم خط. راح احسب العزم بالنقطة الاخيرة، هو راح يطلع لي 0، عندي هاي نقطة وعندي هاي نقطة، راح شو اسوي؟ اجر خط. شلون راح يطلع لي العزم 0 هنا؟ 0.6 في 1.5، وال ار بي زائد ال ار بي اللي هو 1.4 في 0.5 ناقص 1.6، راح يطلع لي ايش قد؟ 0 اوكي. فنصير هنا، اذا النقطة الاولى هنا، النقطة الثانية هنا، فقط للقوة، تأثير العزم عكس القوة اللي احنا حسبناها، اذا راح ينزل للاسفل. انه بنحسب العزم للقوة اللي بعدها، طلعت لي هنا، بعدها تصفرت. اذا العزم من احسب عنده العزم ما اخذ تأثيره، بعد ما احسبه نبقى اخذ تأثيره، من اعبره لا، بعد كله تاخذ تأثيره. خلينا نشوف بعد شنو الاسئلة المهمة. من الاسئلة المهمة
هذا السؤال أيضا من الأسئلة المهمة. نشوف هذا السؤال يريد الشير والمومنت لهذا الشكل. نشوف هذا المسند نعرف هسه شنو نعوض عنه، وهذا المسند نعرف شنو نعوض من عنه، وهذا المستطيل خلينا نشوف شلون راح نتعامل وياه. سؤال 20، نشوف هسه هذا الشكل اللي عندنا هنا. اولا من عندنا الشكل بهالشيء يعني مستطيل مثلث، فنعوض عنه بقوة. ايش قد مقدار القوة هنا؟ 300 في 4، اذا مقدار القوة 600. اذا القوة هاي 600 فبمعنى انه الار سوري هنا القوة 12 1200، هنا القوة لين 4 في 3 12، إذن 1200 قوة المستطيل. أوكي، ال R أي جد وال R B جد، كل واحد راح يشيل نص القيمة، إذن 600. واضح؟ حسبوهنها بتطلع 600 نفس الشيء. المهم شو راح نرسم له المومنت؟ شوف احنا عندنا هواي معنا شغلات. المومنت هي القوة الأولى جد مقدارها 600 اتجاهها للأعلى، طبعا هذا اتجاهها للأسفل، هذا للأعلى. إذا نصعد 600 نمشي راح نلقى قوة مقدارها 12 1200 للأسفل. إذا ننزل 1200 راح ايش قد تصير مقدار معين اللي هو 600 بالسالب، راح تمشي إلى أن تلقى قوة بالهذا 600 بالاتجاه الأعلى راح تصفر. أوكي نشوف هذا، هنا أكو شغلة هسه نبه عليها. إيش قلنا؟ إحنا قلنا ننزل صح؟ ننزل، بس شو ما حددنا شنو النزول. راح ننزل، انتبه شنو سبب هذا النزول هسه راح نبينه. إلى سالب 600 وبعدين نرجع للصفر. ليش نزلنا بهالشكل؟ احنا هنا نوصل بالنزول، يعني سهنا مو قلنا نصعد 600 نمشي لحد من الى بداية المستطيل نتوقف، نقول هاي نقطة. اوكي هاي نقطة. ايش قد احنا قلنا راح ينزل 1200، 1200 ناقص هاي 600 ايش قد تبقى؟ سالب 600. اذا سالب 600 وين اخلي النقطة؟ هاي سالب 600 عند نهاية المستطيل، خلينا النقطة. إذا صارت عندي نقطتين أجر بيناتهم خط مستقيم. أوكي نبقى بشي سالب 600 لأن تجينا قوة أخرى. هذا المستطيل هيش نتعامل وياه، المستطيل إلى خصوصية من بدايته يبدي إلى نهايته. أوكي لأن شنو السبب؟ إنه كل مرة جاي يمشي شوية، فكل مرة إلى شير شكل، فعند للمستطيل كله بهالشكل يطلع لنا. ننتبه هاي المسألة مهمة جدا. واضح؟ حتى بالمومنت، بالمومنت بنريد نحسب المومنت، نحسب العزم للنقطة القوة الأولى اللي هي 600 صفر، نحسب القوة عند بداية المستطيل. ننتبه على هذا، بداية المستطيل يعني عند البعد 4. ايش كده راح نطلع البعد؟ قوة في البعد نخلي نقطة. اوكي زين، عند نهاية المستطيل، نهاية المستطيل نحسب العزم. العزم ايش راح يكون؟ القوة اللي موجودة مال ار اي في البعد الكلي اللي هو ايش قد؟ 8. حسب السؤال اللي هو ايش قد؟ 8 راح تطلع العزم. النقطة هنا بعد ايش عندي؟ القوة الكلية مال هذا المستطيل اللي هو وين تتمركز بالمستطيل؟ بنصف المستطيل. ايش قد تبعد عن نقطة العزم؟ 2. ف 1200 في 2 هذا اتجاه موجب، هذا الاتجاه سالب، اذا راح يطلع لي نقطة العزم هنا. فايضا راح نحدد نقطة العزم، راح نحددها، راح تطلع لنا نقطة العزم هنا أنا. اوكي هسه هاي عندي نقطة وهاي عندي نقطة، وعندي نقطة 0 0. ابدي من 0 0 الى هاي النقطة خط مستقيم، من هاي النقطة الى النقطة الثانية اسوي شكل بيضاوي. اوكي شكل بيضاوي، سهل هنشوف ايش قد القمة. شكل بيضاوي
بعد ما سوينا هذا الشكل البيضاوي، هاي النقطة راح أحول الصفر بالأخير، فهي من الصفر هنا راح أصفر. أوكي، أعظم ماكسيمم، شلون نحصل أعظم ماكسيمم؟ شوف هو يقول الماكسيمم العزم ماكسيمم. انتبه هنا أنا. احنا عندنا هذا الشكل، ايش وقت يكون اعظم عزم لهذا الشكل؟ لو ننتبه هنا أنا. اعظم شيء بالمنتصف عندما يكون الشير صفر، ننتبه يكون الشير صفر، اذا اعظم ماكسيمم بالمومنت. اوكي، اعظم عزم عند الشير صفر. شو وقت صار الشير صفر؟ بالمنتصف. اذا نرجع اللي فوق، يعني هنا نريد نحسب العزم، هنا العزم هنا شو يساوي لنا؟ انتبه، يساوي لنا هاي القوة في هذا البعد، ايش قد هذا البعد؟ 6، صح؟ هذا البعد 6، اذا 6 في الار اي راح يطلع لنا بعد الموجب، العزم موجب. ايش بقى عندي؟ نص المستطيل، نعتبره مستطيل جديد، نعتبره مستطيل جديد، 2 في 300 600، القوة مالته 600 بالمنتصف، ايش قد تبعد عن هاي القوة؟ 1، ف 600 اتجاهها بالسالب وهاي اتجاهها بالموجب، راح يطلع لنا شنو؟ عزم هنا، ايش قد يطلع مقدار العزم؟ 300، فإذا أعظم ماكسيمم هو 300. حدد نقطة الماكسيمم انه هي شقد؟ 300. واضح؟ هاي الطريقة من خلالها نقدر نحسب اعظم ماكسيمم. فنشوف شنو بعد من الاسئلة المهمة. هذا ايضا من الاسئلة المهمة، نشوف انه هذا نفس اللي سبق، لكن انتبه انه المسند مالتي بهالشكل. خلنا نشوف شلون نتعامل مع المسند مالتنا بهالشكل. اوكي، ونشوف انه اكو المستطيل بنهاية البيم. سؤال 21، نلاحظ بما انه التمثيل لهذا الشكل هو عبارة عن قوة اتجاه الواي وعزم. اوكي، هذا المسند نعوض عنه بقوة وعزم. طبعا القوة باتجاه اكس باعتبار انه هي مقدارها صفر، اذا لازم نحسب الار اي اللي هو شو يساوي لنا؟ هذا هنا القوة، فعندنا 600 في 4 حيطلع لنا 2400، اذا هذا هو القوة ار اي. العزم جيد، القوة في المنتصف، العزم مال هاي النقطة اشقد؟ عندي قوة واحدة بالمنتصف اللي هي اشقد؟ 2.4 كيلو نيوتن. ف 2.4 كيلو نيوتن اشقد تبعد عن 6؟ فهذا القوة في 6 راح نلقى شنو؟ العزم اي. اذا شلون راح نرسم المومنت؟ هاي النقطة اشقد عزمها؟ صفر. اذا وين النقطة؟ صفر. طبعا خلنا نرسم الشير دقيقة، الشير لما ارسم الشير ايش قد مقدار الار اي؟ الار اي 2.4 كيلو نيوتن، نحدد 2.4 كيلو نيوتن هاي النقطة الأولى، نمشي إلى بداية المستطيل كما ذكرنا سابقا، بداية المستطيل خلينا نهاية النقطة. اوكي، هسه نجي ايش راح نسوي؟ للأخير مالت المستطيل ايش قد هو؟ ايش قد هاي؟ 2.4. زين ايش قد القوة مالت المستطيل؟ 2.4، اذا صفر، اذا صفر. اوكي، هاي نقطة وهاي نقطة نجر بيناتهم خط مستقيم، هذا هو الشير. نجي على المومنت، المومنت بهاي النقطة لو ماكو عزم نقول صفر،
إذن النقطة صفر، حددنا النقطة صفر، أوكي، هي عطينا نقطة صفر. العزم إيش قد؟ شوف أنا فرضت هذا الاتجاه موجب، إيش قد طلعت لي؟ هو سالب 14. استنادا إلى هذا الاتجاه طلع لي بالسالب، إذن أروح أحدد النقطة، يعني مو نقطة، أنا شنيت على الصفر صح؟ العزم كان إيش قد طلع لي؟ سالب 14.4، أنزل سالب 14.4 خليت نقطة، أوكي. هسه أرجع وين أحسب العزم؟ عند بداية المستطيل، عند بداية المستطيل. إيش قد العزم عند بداية المستطيل؟ هي القوة هاي في 4 بعد، وهذا العزم بما أن 2 بنفس الاتجاه نجمعهم، بس هذا هو إشارته سالبة، أوكي. إيش قد راح يطلع عنا؟ 4.8. خلي هاي النقطة هنا، تمام. شو نسوي؟ عندي هاي نقطة وهاي نقطة هنا، نجر بيناتهم خط مستقيم، تمام، خط مستقيم. زين نهاية المستطيل نحسب العزم عند نهاية المستطيل، ايش قد يطلع لنا؟ صفر. اذا النقطة الثانية وين راح تكون؟ صفر. اذا هاي النقطة ايش قد؟ 4.8، وهاي النقطة صفر، نجرهم شنو؟ قوس، على شكل قوس متغير من الدرجة الثانية، يعني شوي بينحناء، مو خط مستقيم. هذا اللي هنا كان خط مستقيم، لكن هذا عبارة عن قوس، أو هذا من الأسئلة المهمة، أوكي. نشوف أيضا أسئلة أخرى مهمة، هذا أيضا من الأسئلة المهمة. شوف هنا عندي قوة مائلة، وهاي القوة المائلة راح تلعب دور، أوكي. شوف عندي هذا المسند، نحول عنه آر واي فقط، ار اي باتجاه الواي، هذا المسند راح نعوض عنه باتجاه الاكس وباتجاه الواي. وعندي هنا أنا عزم، اوكي، هنا أنا عندي عزم. خلينا نشوف سؤال 125 ان شاء الله راح نتعامل وياه. 125 اللي هو هذا، طبعا هنا سوا حللنا القوة الى x و y، y و x، اوكي. عمود نحسب هاي القوة ونحسب هاي القوة ونحسب هاي القوة اللي هي باتجاه x، اوكي، واضح. لأي شر نحسبها ناخذ العزم عندها، بس هنا راح اذا اخذنا العزم هنا أنا مشكلة، ليش؟ لا اطلاقا، راح نحسب ال r b ال y b، اوكي. ناخذ العزم هنا، حسبنا البي، ناخذ العزم هنا، شو راح نحسب؟ او ناخذ الاف للواي، حسب كل الطرق متاحة، عم نحسب الاي، اوكي. هسه حسبنا الار والبي والاي، طبعا هنا الاتجاه لازم ننتبه عليه والقيمة. اذا اخذنا الاتجاه بنظر الاعتبار ثابت حسب اللي فرضنا، ناخذ القيمة بالاشارة، اذا لا غيرناها خلاص بعد حسب التغيير، اوكي. اذا هسه حسبنا ذني، شو راح نسوي؟ الشير، راح نجي هنا الشير ايش قد؟ حل بالمسائل هنا حسبه كقيم لل كمعادلات، حل هذا السؤال كمعادلات، احنا ما مطلوبة منا كمعادلات. اذا راح نروح الى البعده، در نحله كما متعارف عليه، ما بي اي شيء جديد، اوكي. هذا ايضا من الاسئلة المهمة، هذا الشكل من الاسئلة المهمة. شوف هذا المسند نعوض عنه بواي واكس، لكن الاكس صفر، اذا واي هنا ايضا RB، هنا RA، نحسب RA و RB كما طرق معروفة، عم نحسب ال R للبي ناخذ العزم هنا، عم نحسب ال A ناخذ السميشن لل F يساوي صفر، اوكي. بعد ايش نسوي؟ ناخذ هنا عم نرسم الشير، فناخذ الاتجاه مال A لحمل أعلى، نصعد إلى بداية المستقيم، نمشي بمقدار A. عند بداية المستقيم شو راح أسوي؟ خلي نقطة، اوكي، وراح احسب عند نهاية المستطيل
طلع نقطة أنزلها بشكل أوصل بين النقطتين. راح نبقى استمر بهالمشي إلى أن يجيني مقدار جديد للقوة تكون نحو الأسفل. خلاص أنزل بمقدارها نحو الأسفل، أستمر إلى أن تجي قوة جديدة وأكمل. أوكي، هذا بالنسبة للشيل. بالنسبة للمومنت أخذ العزم هنا صفر، أخلي النقطة الأولى صفر، أخذ العزم عند بداية المستطيل أخليها أوكي بيناتهم أوصل مستقيم، أخذ العزم عند نهاية المستطيل شو راح أطلع؟ نقطة هاي أوكي أخليها، هاي النقطة وهاي النقطة أوصل بيناتهم قوس، وبعد ما وصلت بيناتهم من اللي يحدد الماكسيموم مالت القوس؟ اللي هي الشير، مو صار عندنا نقطة صفر اللي هي عند المنتصف مال المستطيل. إذا أطلع العزم عند منطقة المنتصف مال المستطيل اللي شقلنا اعتبره مستطيل جديد، نهايته هنا أنا بالمنتصف، فشلون راح نحسبه؟ خلي قوة بالمنتصف وعندي هاي القوة فبعد، وهاي هم مش قد تبعد، حطلع لي العزم هنا أنا. أوكي، وبعد ما حددنا هذا راح هنا صار عندي نقطة، هاي القوة احسب العزم هنا أنا. تطلع لي نقطة ثانية وصل بيناتهم خط مستقيم، انه راح احسب العزم هنا أنا. اخلي نقطة ووصل بيناتهم خط مستقيم، وراح نشوفها بالحلول 129. نلاحظ هنا، شوف مثل القوة، هاي القوة هاي وهاي القوة وهاي القوة، مثل المسافات بيناتهم. طبعا هنا شوف صعدنا بمقدار القوة مال ار اي الى ان وصلنا بداية المستطيل، وقفنا حسبنا القوة مالت المستطيل ايش قد اللي بنصه، هل مثلا قيمة معينة، اذا نقصنا من 1800 يطلع لنا هنا أنا. مشينا لقينا قوة باتجاه الأسفل، نزلنا لقينا قوة، مشينا الآن لقينا قوة، صعدنا صفر. أوكي، نفس ما ذكرنا، نشوف إنه هذا خط ما يعني طلعنا نقطة هنا وطلعنا نقطة هنا. زين، شلون هنا أنا؟ قلنا صفر، راح نطلع عند بداية المستطيل العزم نفس المستقيم، خلينا نحس هاي النقطة هنا وصلنا. عند نهاية المستطيل، لاحظ عند نهاية المستطيل نحسب العزم، وراح نوصل بين نطلع النقطة ونوصل بيناتهم قوس. اوكي، شلون نحسب الماكسيموم مالت القوس؟ هاي المنطقة صفر، عندها لازم احسب العزم، فحسبنا العزم يطلع لنا الماكسيموم. نحسب العزم الاخر نقطة نوصل بيناتهم مستقيم، العزم الاخر نقطة نوصل بيناتهم مستقيم. هذا هو. هنا ايضا يذكر القانون اللي يستخدمه لحساب الزد ماكسيمم. من الاسئلة المهمة ايضا هذا السؤال، من الاسئلة المهمة هو الاخير، هو هذا السؤال. اوكي، هذا سادرا هذا السؤال من الاسئلة المهمة جدا. شنو الفكرة مالته؟ انه احنا هذا راح يمثل عنا بقوة، وهذا راح يمثل عنا بقوة، راح عرفنا شلون نحسب القوة اللي هنا واللي هنا. اذا بالشير راح تصعد بمقدار القوة هاي الى بداية المستطيل، نتوقف نخلي نقطة، لازم نحسب ان انا ايش قد هاي القوة مالت اللي بالمنتصف، نفترض فد رقم 2000 ناقص هاي القيمة اللي هي موجودة هنا، راح يطلع لنا رقم، نخلي النقطة بنهاية المستطيل ونجر مستقيم الخط. اوكي، بعدها راح نمشي، العزم ما يأثر بالشير، راح نكمل الى ان نلقى قوة اخرى نصعد الصفر. اوكي، بمعنى انه هاي القوة اللي هنا وهاي القوة هنا راح يشيلن كل واحدة نصف المستطيل. زين، بالشي بالمومنت العزم هنا صفر، العزم هنا شقد الى قيمة، فخليت نقطة وهاي النقطة وصلت مستقيم، احسب العزم عند نهاية المستطيل، خليت نقطة وصلت قوس، شقد الماكسيموم مالت القوس؟ هو احسب العزم هنا على النقطة هاي. اوكي، او للشير المنتصف مالت الشير اللي يصير بيه صفر. بعد ما وصلنا هنا شو نسوي؟ لازم نحسب العزم هنا، نحسب العزم راح نخلي نقطة وعدي هاي نقطة نوصلهم،
وشوف هسه هذا العزم ايش قد 4.2 اتجاه عكس الاتجاه المتعارف عليه، فننزل او نصعد حسب الفرضية. اوكي ننزل ايش قد 4.2 او نصعد 4.2، بعدين نحسب العزم هنا نلقى يساوي صفر، خلي نقطة ونوصل بيناتهم خط مستقيم، وهذا ما راح نشوفه بالحلول 30. لاحظ هنا هذا هو السؤال، صعدنا بمقدار اراي، مشينا الى ان وصلنا عقب شوية قلنا كل واحد نصف غير ممكن بسبب ان المسافة غير متساوية ما بين ار اي و ار بي، فلازم نحسبها بالطرق الاعتيادية. اوكي هنا بداية المستطيل، نهاية المستطيل، جرينا خط مستقيم، بدينا نمشي الى ان وصلنا للاخير. ليش اختلفت الار بي والار اي ما يشيل النصف؟ لان المسافة غير متساوية. اوكي ننتبه لهاي المسألة، فاحنا نحسبها بالقوانين الاعتيادية الوضعية. هذا شنو صار؟ قلنا صفر، نحسب النقطة عند بداية المستطيل، نجر مستقيم، انه بنحسب نقطة العزم عند نهاية المستطيل، بينهم وهذا راح نجر قوس، ايش قد الماكسيموم مالت القوس؟ قلنا نحسب العزم عند المنتصف. اوكي هسه وصلنا لهاي النقطة، نحسب عند نقطة العزم، نحسب عند نقطة العزم، فهاي نقطة ونقطة العزم تطلع لهنا وصلت مستقيم، واكو عزم موجود ايش قد مقداره؟ 4.2، فصعدنا 4.2، شوف صعدنا 4.2 الى ان وصلنا لهاي، صارت هاي النقطة الجديدة، نحسب النقطة عند نهاية البيم صفر، وصلنا خط مستقيم. عذرا على الإطالة، أتمنى تكونوا استفادتوا منه ويا رب الموفقية.